أهلاً أهلاً بك. الحمد لله. وكان في استقبال السيد الرئيس لدى وصوله إلى المطار العسكري لبوفاريك كل من رئيس مجلس الأمة بنيابة صالح جوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، والوزير الأول عبد العزيز جراد، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين بغداد داعش. يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد أجرى يوم 20 يناير الفارط بألمانيا عملية جراحية على قدمه اليمنى إثر مضاعفات خلفتها إصابته السابقة بكوفيد-19، وهي العملية التي كللت بالنجاح.